معانا ام مروان. الو. سلام. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا ام وفاء؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيك يا سيدي. والله يا استاذه وفاء احنا عندنا مشكله كبيره. انا جوزي تعبان، يعني مش بيقدر يشتغل لانه عامل عمليه. وانا كنت بشتغل والحمد لله برضو جالي كده تعب في القلب فما بقدرش اشتغل. ايوه. بس انا عندي ابني، ربنا يخليك، انا عندي ابني بس يعني هو تعبان اكتر مننا كلنا، عنده ضمور في العضلات. حضرتك ام مروان اتصلتي بينا قبل كده؟ ايوه. حضرتك كنت يعني محتاجه، حضرتك من اسكندريه وصح؟ ايوه. ايوه. ولسه لحد دلوقتي ما حدش يعني ساعدك؟ لا والله يا مدام وفاء، وانا شايفاه بينهار قدامي ومش عارفه اعمل له حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انت كنت كل اللي انت محتاجاه، عشان لو حد سمعنا دلوقتي من اهل اسكندريه الكرام، ان انت اعتقد ان انت كنت محتاجه يعني سكن، صح؟ شقه ارضي ايجار او اي او ما شابه، اي حاجه والله، لو اوضه وصاله بس انزل بابني يروح مدرسته ويعمل العلاج الطبيعي. هو مروان عنده، معلش فكريني، عنده ضمور؟ هو عنده ضمور في العضلات. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. طيب هو عايز يكلم حضرتك يا استاذه وفاء. طيب خليه يا حبيبي، اتفضل. ماشي. الو الو، اهلا يا مروان. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك يا سن؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ربنا يشفيك ويعافيك. يلا شد حيلك كده. انا مروان. يا حبيبي انا عارفه ان انت مروان، ان شاء الله كده ربنا يشفيك ويعافيك. انا نفسي اروح المدرسه طنط، والله ما بقدر اروح المدرسه. حاضر يا حبيبي، حاضر. احنا في الدور السامع، والله ما بقدر انزل السلم عشان ابني وجعان. والنبي طنط، والنبي. حاضر يا حبيبي. والنبي نازلين شقه ارضي. حاضر يا حبيبي، حاضر. يعني شوف ماما بتعيط والله. خلاص. عشان هي قدامي لما بتعيط ومش بتجيب لي العلاج. ما تعيطيش يا طنط. ده انا بحبك. انا راجل راجل. ربنا كتبهولي. والله. حاضر يا حبيبي، شكرا. ان شاء الله هتروح المدرسه. و ام مروان انت لسه معانا على التليفون؟ ايوه يا حبيبتي. ايوه. طيب انا اسفه. معلش، هو بيقول لك ما تعيطيش عشان هو بيحبك جدا. يا حبيبي ان شاء الله ما فيش عياط. معلش انا اسفه. ان شاء الله تروح المدرسه مروان. وقولي لي علاجه، يعني انت موجود علاجه ولا ايه؟ قولي لي. انا بس انا اصل احنا عشنا طيب الضمان دوت طيب. قليل جدا، مش عارفه اجيب له العلاج. طيب ان شاء الله باذن الله تعالى نوفر له العلاج، وان شاء الله باذن الله باذن الله يكون الشقه موجوده باذن الله ويقدر يروح المدرسه. انت بتوديه المدرسه بكرسي متحرك ولا بتوديه بايه؟ انا وديته اول يوم بس، لكن احنا في الدور السابع مش قادره. بتوديه عنده كرسي متحرك؟ لا بشيله. طيب هو عنده كام يعني سنه؟ عنده 9 سنين. في سنه كام؟ رابعه تقريبا او ثالثه ابتدائي. سنة ثالثة ابتدائي. طيب حاضر يا ام مروان، ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله تعالى يعني ان شاء الله هيروح المدرسه وان شاء الله علاجه يجي له. انا عارفه ان علاج مسكنات، ربنا يشفيه ويعافيه. اشكرك يا ام مروان، اشكرك. انا بعتذر يا جماعه، يعني انا بعتذر. بس انتوا سمعتوا مروان، اكيد أكيد يعني أي حد ربنا يعني بيبتلي البعض منا. وتخيلوا إن هو الطفل مبتلى وهو بيقول لي أنا راجل، أنا يعني أنا الحمد لله، يعني هو راضي بقضاء الله، ولكن ليه حق في إن هو يتعلم،
ليه حق هو في الدور السابع ومش قادر ينزل يعني، وزي ما انتوا سمعتوا المكالمة يعني مش هنعيدها تاني، ولكن يعني إذا كان يعني بنكلم أهالي اسكندرية الكرام القادرين منهم، بنكلم أي حد قادر يعني من اسكندرية أو غير اسكندرية، محافظ الاسكندرية إذا كان يعني هو سمع مروان طفل بريء نفسه بيقول نفسي أروح المدرسة، يعني في ما فيش حاجة ممكن تكون أبسط، يعني طفل نفسه يروح المدرسة، هو ما طلبش حاجة كبيرة، هو بس حتى عايزين شقة إيجار، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يعني إن شاء الله يقدرنا والشقة هتكون موجودة، وبإذن الله مروان هتروح المدرسة، وهيكون كمان بإذن الله في كرسي يعني ماما تنقلك بيه وتروح معزز مكرم وتروح في وسط أصحابك، إن شاء الله يعني ربنا يكتب لك الخير في الأيام اللي جاية ويشفيك ويعافيك.